تحياتي لكل الساده المشاهدين، واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج الاطباء. النهارده هنخاطب فئات معينه، هنتكلم معاهم ونقول لهم ان احنا النهارده جرس انذار ليهم. الفئات دي اللي هم المدخنين بشراهه، او مريض السكر، ومريض ارتفاع ضغط الدم، ومريض السمنه المفرطه. الفئات دي احنا بنقول لهم النهارده ان انتم معرضين او في الطريق القريب الى مرض اسمه انسداد الشرايين الطرفيه، او معنى تاني انسداد شرايين الساق. شرايين الساق دي ليها مشكله كبيره جدا، وخاصه مع مريض السكر. مريض السكر بيكون اكثر عرضه لانسداد شرايين الساق، بتؤدي الى الغرغرينه. مش كل الناس اللي عندهم مرضى السكر، لا، انا بتكلم على مريض السكر اللي عنده اهمال، ما عندهوش المتابعة. وعشان كده في كل حلقة لينا في برنامجنا بننبه وبنقول لازم يكون في استشارة للطبيب، لازم يكون في متابعة دورية، لازم يكون في تحاليل للجسم كله عشان نتابع. هل النهاردة بس بتكلم مع المرضى دولك؟ لا، أنا بتكلم مع الناس حتى كمان اللي ما عندهمش الأمراض دي. إزاي أحمي نفسي؟ إزاي أبعد عن المرض اللي يصيب جسمي؟ النهاردة هنتكلم عن طرق الوقاية وطرق العلاج من مرض انسداد الشرايين. خلوني الأول أرحب بضيفي اللي منورني النهاردة، دكتور حسام المهدي، أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية، استشاري القسطرة الطرفية وعلاج الدوالي بالليزر، كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، زمالة جامعة كيل بألمانيا في القسطرة الطرفية. أهلا بيك يا دكتور، نورتنا. دكتور، الأول عايزين نعرف الناس يعني إيه انسداد في الشرايين الطرفية، وإزاي بيتسبب انسداد أو كسور الشرايين الطرفية للغرغرينة، بالذات لمرضى السكر. هو قبل ما أبدأ في تعريف حاجة زي كده، لازم الأول نشوف مين الناس اللي عرضة لأن يحصل عندهم انسداد بالشرايين الطرفية. أكتر حاجة طبعا عندنا عوامل معرضة أو مهيئة، زي وجود سكر غير منتظم، زي وجود مثلا تدخين بشراهة، الضغط العالي، السمنة المفرطة، لأن كل ده في الآخر بيؤدي إلى ترسيب الكوليسترول والكالسيوم على جدار الشرايين، وبالتالي يبتدي يحصل ضيق وانسداد في الشرايين والتدفق الدموي اللي رايح للساق، باعتبار أن الشرايين الطرفية اللي رايحة تغذي الساقين هي أكتر الأماكن العرضة للكلام دوت بعد شرايين القلب طبعا. وبعدين ينتج بعد كده أضرار جسيمة بالساق والقدم بعد عدم عمل متابعة اللازمة والتدخل الجراحي المظبوط لإنقاذ الساق. طيب، والكسور دي يا دكتور للأسف المريض السكر اللي هو اللي احنا اكدنا عليه ان هو ما بيكونش عنده متابعه ولا عنده اهتمام، بتؤدي الى الغرغرينه. هل في كل الحالات ولا في الحالات اللي هي بيحصل للاهمال الشديد ده؟ لا، في حالات الاهمال الشديد للسكر والمتابعه والعمل على نزول السكر التراكمي لاقل من نسبه 7% بنلاقي ان دايما بيحصل تسارع للترسبات الدهنيه على جدار الشرايين مع وجود تصلب في الشرايين بحاكم العمر والتقدم في العمر، فيبتدي يحصل الضيق والانسداد بعد كده، ويبتدي يحصل progression of the disease اسرع. طيب، ايه العلامات يا دكتور اللي ممكن المريض يبدا يشوفها وياخد باله ان هو كده داخل على مرحله انسداد للشرايين الطرفيه؟ تمام، هو اول حاجه ممكن يكون الموضوع يمر مرور من غير ما يلفت نظر المريض في الاول خالص. بعد كده يبتدي، احنا معانا الصوره على الشاشه يا دكتور. بالظبط، دي العوامل المعرضه لانسداد الشرايين. طبعا عندنا التدخين اشهرها، وراها بعد كده بنلاقي طبعا السكر، السمنة المفرطة، عدم وجود نظام رياضي زي ما احنا شايفين في الصورة دي. الصورة دي بتجمع كل العوامل المعرضة والمهيئة لانسداد الشرايين. يعني دولت من الناس اللي هم أكثر عرضة لإصابة انسداد الشرايين. طيب يا دكتور، عايزين نعرف زي ما انا قلت في الاول وحضرتك اكدت على كلامي ان لازم نعمل فحوصات ولازم يكون في متابعه. ايه الفحوصات اللازمه اللي انا احمي نفسي من مرض انسداد الشرايين؟ هو المفروض موضوع السكر ده يعني منتشر جدا في الوطن العربي،
والمفروض يكون في طبعا متابعه مع طبيب السكر، ويكون في عمل دائم على نزوله بصفه مستمره ومتابعه دقيقه. لكن للاسف في مصر وفي الوطن العربي بنلاقي ان في اهمال شديد تجاه الجزئيه دي، فبنلاقي ان المرضى بيبتدوا يجولنا في مراحل متاخره جدا بعد ما يكون حصل تطور للغرغرينة وظهور غرغرينة بالأذى، بعد ما يكون عدى في مراحل كتير منها، مثلا هو ماشي بيمشي ما بقاش بيمشي زي الأول، بيحصل زي شد عضلي وكرامب في العضلات بتاعة الساق. المرحلة ديت لا يلتفت إليها، نخش بعد كده إن يبتدي يحصل حاجة اسمها ريست بين، يعني وجع أثناء الراحة. حتى احنا بنسال العيان دايما بنقول له انت بتنام كام ساعه بالليل، فيكون رده لا انا بنام مثلا ساعتين ثلاثه وبصحى على وجع في رجلي. بعد كده هنبتدي نخش على طول طبعا على الغرغرينه، مع وجود طبعا التلوث اللي بيصاحب دايما القدم السكري، لان الناس دي بتعاني دايما من التهاب في الاعصاب الطرفيه، فبتبقى عرضه جدا انها تتجرح من غير ما تاخد بالها، وبالتالي يتطور الموضوع ان يحصل مثلا خراريج او يحصل صديد في القدم. كل دوت طبعا مع سكر غير منتظم يبتدي الموضوع يتطور اكتر الى الغرغرينه. طيب في ممكن سؤال في اذهان الساده المشاهدين، هل معنى ان انا رجلي ورمه او رجلي حصل لها تورم وانتفاخ، هل معنى كده ان انا ممكن اكون مصابه بالغرغرينه؟ لا، احنا كلمه غرغرينه تعني عندنا موت الانسجه. ومعيان السكر بيبقى فيه عندنا مراحل كتير جدا، ممكن مثلا يجي لي بحمره والتهاب خلوي، وده من اكتر الحاجات الشائعه، يسوء مع وجود انسداد بالشرايين. اللي هي زي الشكل ده يا دكتور اللي واضح معانا على الشاشه؟ لا، ده الغرغرينه، غرغرينه دي المرحله اللي هي موت الانسجه. اه بالظبط، وانس حصل موت للانسجه ما بنقدرش ان احنا نرجع الجزء اللي مات تاني، يعني انا لما بعمل تدخل انا بعمل تدخل علشان احافظ على الساق من البتر، لان كتير من المرضى بيبقوا مفاكرين ان بعد ما هنعمل القسطره هترجع الصوابع تاني، او الجزء اللي حصل فيه غرغرينه هيرجع تاني زي الاول، لا ده ما بيحصلش، هو اللي مات مات خلاص. يعني المرحلة دي نقول اللي هي على الشاشة دي المرحلة الأخيرة برضو؟ بالظبط كده، وانس حصل غرغرينة خلاص ما بنقدرش ان احنا نعمل حاجة. هتقولي طب انا بعمل العملية ليه؟ انت بتعمل العملية علشان احنا عندنا حاجة اسمها نقص تروية دموية، نقص تدفق دموي للأدم، وبالتالي لو انت اهملت اكتر من كده هتلاقي الغرغرينة تبتدي تنتشر، وفي الاخر الساق تبقى مهددة بالبتر سواء تحت الركبة او فوق الركبة حسب الليفل بتاع الانسداد. دي الاشعه يا دكتور اللي هي احنا قلنا من ضمن الفحوصات اللي هي حضرتك بتطلبها من المريض عشان نحمي نفسنا من انسداد الشرايين، صح؟ احنا بنطلب دايما من معظم المرضى بتوعنا ان هم يعملوا موجات فوق صوتيه على الشرايين اللي هي معروفه باسم الدوبلكس عند كل المرضى، ده بيبقى كسكان اولي. بعد كده بنشوف الكانديديتس بتوعنا هل هنقدر ان احنا نتدخل بالقسطره او بالجراحه، فبنبتدي نطلب منهم اشعه مقطعيه بالصبغه. كتير قوي من الناس بتخاف من الصبغه علشان ضررها على الكلى، خاصه طبعاً في مرضى السكر اللي بيكون عندنا ضيق في شرايين الكلى، وبالتالي بيبقى في ارتفاع في وظائف الكلى، فاحنا لازم قبل طلب الاشعه المقطعيه اللي بالصبغه بنطلب من العيان ان هو يعمل وظائف كلى. بس وانس ان وظائف الكلى مظبوطه وكويسه تقدر انك انت تبروسيد وتعمل الاشعه دي. طيب هل ايه العلاج المناسب يا دكتور لانسداد الشرايين؟ اول عن نتكلم عن الغرغرينه خاصه. تمام. يعني ايه العلاج اللي هو المناسب للغرغرينه؟ للاسف في حاجه يعني في كده عوامل مغلوطه عند بعض الناس، ان مثلا يروح يعمل حجامه وهو عنده انسداد في الشرايين. الحجامه بينتج عنها ممكن ينتج عنها جروح ما تلتئمش، لان في عندي نقص ترويه وتدفق دموي. دي اول حاجه. رقم اتنين، في ناس كتير قوي تقول لا انا ممكن امشي بادويه. لا، انت خلاص وانس وصلت الغرغرينه مش هينفع نمشي بادويه، احنا محتاجين ان احنا نعدل الفسيولوجيه بتاعه الشرايين بحيث ان انا بعد كده افتح طريق للدوره الدمويه انها توصل كويس. بعد كده بيتم التخلص من الجزء اللي حصل فيه غرغرينه علشان ما ياثرش على باقي الساق. دي المنظر يا دكتور اللي هو حضرتك بيتم فيه تدخل الجراحي للشرايين ونسحب منها اللي هي الدم او الانسداد اللي حصل في الشرايين، صح؟ بالنسبه للتدخل الجراحي عندنا هو نوعين، يا اما يكون جراحه مفتوحه وده كان هو السائد لمده كبيره من 15 سنه 20 سنه تقريبا، اللي هي العمليه المشهوره باسم باي باس، اللي هو احنا بناخد وريد من الرجل المصابه ونبتدي نستخدمه في ان احنا نعمل زي كوبري
فوق الانسداد ونوصل الدم من شريان مفتوح فوق الانسداد لشريان تاني مفتوح تحت الانسداد، وبالتالي يتدفق الدم تاني. دي كانت بتبقى عمليات مهلكة وبتاخد وقت كتير طبعا، وبتبقى صعبة على العيانين، ولكن مع دخول القسطرة والتطور اللي حصل في القسطرة بقى الموضوع أسهل حاليا وبيتم بمخدر موضع. طيب في حاجتين بقينا نسمع عنهم دلوقتي، اللي هي القسطرة اللي حضرتك قلت عليها أو الدعامة، وكمان البالونة الدوائية. ممكن حضرتك تعرف السادة المشاهدين أكتر عليها؟ هو إحنا لازم نعرف يعني إيه قسطرة الأول. هو لأن كتير من الناس بتفكر إن ده إجراء بيتم في العيادة، لا، هو ده إجراء بيتم في المستشفى، هي زيها زي قسطرة القلب بالظبط. إحنا عن طريق القسطرة، عن طريق إيصال أنابيب غاية في الدقة لمكان الانسداد وإيصال أسلاك معينة، بنقدر إن إحنا نكروس الليجن زي ما هو في الصورة كده قدامنا. لو دي صورة الانسداد قدامي، تمام، أنا بعدي الانسداد بأسلاك معينة اسمها سلك مرشد. تمام، أول حاجة إحنا بنعمل تصوير للشريان ونشوف الليفل بتاع الانسداد فين، وبعد كده نبتدي بقى نعمل حاجة اسمها نيجوشيشن للليجن، يعني نحاول نتفاوض مع الانسداد عن طريق ايصال الاسلاك المرشد. وانس السلك المرشد عدى الانسداد، اللي هو الابحار ثرو الانسداد عن طريق الاسلاك بتاعتي، ببتدي بعد كده ادخل البالونه وابتدي اعمل توسيع للشريان، فيبتدي يبقى تدفق الدوره الدمويه كويس. طيب هطلب من حضرتك يا دكتور تشرح لنا على الفيديو ده عشان يبقى الساده المشاهدين متابعين معانا. تمام، احنا عندنا هنا نجحنا في ان احنا نعدي السلك المرشد من الانسداد، وابتدينا بعد كده ندخل بالونة فوق السلك المرشد للمكان اللي فيه الانسداد، وهنبتدي بعد كده ان احنا نوسع عن طريق ان احنا بننفخ البالونة ديت لدرجة ضغط معينة. يعقبه بعد كده انا على حسب المنظر بتاع الاشعة بنبتدي نقرر هل هنحط دعامة علشان نخلي الشريان يفضل مفتوح على طول، ولا هنكتفي بس بالتوسيع. طبعا ده بيفرق معانا على حسب الليفل بتاع البلوك، بمعنى ان لو في شرايين تحت الركبه، شرايين تحت الركبه احنا بنكتفي دايما بالتوسيع وفي حالات قليله جدا بنحط دعامات، لكن لو شرايين فوق مستوى الركبه احنا بنقدر نحط الدعامات بتاعتنا علشان نخلي نطول عمر التدخل. طيب في مرضى يا دكتور بيبقى عندهم القدم السكري. تمام. طبعا اي سيده او اي حد بيتفرج علينا دلوقتي وعنده المرض ده او عنده القدم السكري بيقول لك خلاص انا معنى كده ان انا هيكون عندي غرغرينه وهروح هعمل باتري لرجلي، ولا بيبقى ليها حل تاني؟ لا، هو احنا مش لازم نفكر كده. هو اول حاجه، اهم حاجه، الوقايه من الغرغرينه عن طريق ان احنا نوقف التدخين، نعمل نظام رياضي معين، نظام غذائي معين، نحافظ على مستوى السكر، نخلي بالنا ان احنا ما نتجرحش في رجلينا، خاصه ان احنا عندنا مشاكل اعصاب طرفيه، مع كمان المتابعه مع طبيب السكر وجراحه الاوعيه الدمويه. طيب في تحاليل معينه يا دكتور ممكن انا كسليمه ما عنديش اي حاجه اروح اعملها عشان اطمن ان ما يكونش عندي انسداد في الشرايين؟ لا، الانسداد في الشرايين ما بيتمش التعرف عليه عن طريق التحاليل، ولكن بيتم التعرف عليه عن طريق الفحص الاكلينيكي، عن طريق جراح اوعيه دمويه. بنبتدي نشوف النبض ونشوف الشرايين حالتها ايه في الفحص بتاعنا، وبعدين ده بيعقبه طلب اشعه دوبلكس زي ما انا وضحت. شكرا ليك يا دكتور، نورتنا. بشكر الدكتور حسام المهدي، استاذ مساعد جراحه الاوعيه الدمويه، استشاري القسطره الطرفيه وعلاج الدوالي بالليزر، كليه طب القصر العيني جامعه القاهره، عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، زماله جامعه كيل بالمانيا في القسطره الطرفيه. شكرا ليك يا دكتور. وبشكر كل الساده المشاهدين.